يعرفون غرف نوم النساء، إنهم يهددونني. كيف وصلوا إلى هنا وأنت تحرس كهفهم؟ لقد غير الكهف. وأين كنت عندما غير الكهف؟ إنهم شياطين، علمتهم ليالي الصعلقة ما لا يعرفه الفرسان. وما العمل؟ وما العمل أيها الفارس؟ سأغير قائد حرس قصوركم، وسأعاود البحث عن كهف هروبهم الجديد. اسأل الرعاة عن كهف له أكثر من مخرج، تجد الصعاليك هناك. تعرفين أساليبهم ويعتقدون أنك تريدين حياتهم. لقد عشت معهم، بل وقدتهم أحيانا حتى خلصني محمد منهم. هل كان ابن ماجة من خلصك؟ نعم، لقد خلص النفس من الكثير.
الذي تقوله يا أمير؟ لقد جاءوا خلفها من هناك، إنها من جاء بهم إلى مرو. لقد أخطأت. لقد كانت الأميرة أسيرة وعانت كثيرا جدا. لقد عشت معهم مدة. أجل، أريد أن أعرف بالتفصيل ما كان يحدث في ذلك الكهف. كنا أسرى الصعاليق، الأميرة وأنا. أجبني، هل حملت من الصعلوك أم من ابن ماجه؟ عما تتكلم أيها الأمير؟ لقد سمعت. لا، لم أسمع. أعد القول لا تأكد. هل حملت الأميرة من الصعلوك أم من ابن ماجه؟ لو لم تكن في هذا البهو لقتلتك، ولكن إن خرجت قتلتك. أنت تقتلني؟ نعم أيها الأمير. إذن أخرج لتذوق طعم الموت. شكرا لك يا حامد، شكرا لك على دفاعك عن مولاتك. أما أنت، طلق الأميرة. أطلقها؟ نعم، طلقها وعد لقصرك. لا، لن أطلقها، إنها حياتي، فكيف أطلقها؟ لن تكون لك بعد ما قلته عنها. لا، لا، هل لن أطلق جمرة أبدا؟ ستنفذ ما يأمر به الأمير. لا، ولا توجد قوة على الأرض تجبرني على هذا. لقد قاست وتعذبت كثيرا. كنت شاهد عذابها يا مولاي، فكم جلدوها بالسياط وهي الأميرة، وقيدوها وتركوها بلا طعام أو شراب، وطعنوني بالخناجر والرماح وأنا أحاول الدفاع عنها. أذلوها. إذا أشرف الإنسان على الموت عطشا أو جوعا، إذا فجر القيد في يديه ورجليه مسارات للدم، إذا عمل الصوت بجسد أميرة، تجسد الذل وحشا قاسيا مخيفا. عملوا على كسر إرادتها. أذلوها يا مولاي، عذبوها. أنا لا أفهم لماذا يتحدث الأمير عن الجمرة بهذه الصورة. أمر بقتله أنفذ. لا، لن يقال إن حسينا قتل ابن عمي، لكن عليه أن يطلقها. وإذا أصر على الرفض؟
سيدي احذر احذر، فقد اشترى زياد عبدا ليقتلك، هكذا قال لي ثابت عبد زياد. يقول الحق جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أتفهمين؟ الآية تقول لك ولي وللناس جميعا: توكلي على الله، والله كاف لمن يتوكل عليه، والله بالغ أمره، وما قدر وقع وما شاء كان. التوكل على الله توكل على قدرة القادر وقوة القاهر الفعال لما يريد، البالغ ما يشاء. سبحانه. الآية تقرر كيف يكون الإيمان الصحيح بالنسبة لإرادة الله وقدره، فكل شيء مقدر بمقداره وبزمانه ومكانه ونتائجه وأسبابه، وليس شيء مصادفة ولا جزافا في هذا الكون كله ولا في نفس الإنسان وحياته. ألا تحضر؟ إن شاء الله. هذا يكفيني. إننا نخاف عليك لأننا نحبك. يقولون في قزوين إنني سحرتك. نعم سحرتني، سحرتني بحسن الخلق. ألا يعرفون أنك تسير في نور متمم مكارم الأخلاق، وأني لكريم الخلق عاشقة؟ المسلم من اتبع سننه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وسننه مكارم الأخلاق. كان رسولي إليك أيام بعدك، حملته أشواقي ومعاناتي، إنه ينادي حبيبه، إنه يدور مسبحا ربه، فكل ما في الكون قد علم صلاته وتسبيحه. إنه عاشق، كلنا عاشق، حتى أنت؟ بلا شك، وهو جزء من الحب الأعظم. هذا الكون وما فيه ومن فيه تسبيحة حب لخالقه، ترتيلة ذكر. لقد عاد لترديد تسبيحته العذبة. إنه لا يكف عن التسبيح، يدور هنا وهنا في سكون الليل مرددا تسبيحته الشجية. لماذا يغضبون؟ ولست أول من قال إن طفلا ولد وإنها أمه. يا مولاي، هذا كلام لا يقال. حتى إن كان حقيقة، وهل ثبت هذا فيقام الحد؟ لا، لن تقام حدود، لكن يجب أن أعرف وأتأكد. من حقي أن أعرف وأتأكد. وماذا يحدث إذا تأكدت؟ تكون قد غشتني، بل غشتنا جميعا. وإذا ثبت أنها غشتكم جميعا، أتعاقبها؟ أعاقبها؟ كيف؟ كما تعاقب الخاطئة. لا، لست أبحث عن العقاب، ولكن أبحث عن راحة النفس. كيف تجد راحة النفس وأنت تسير على طريق العذاب؟ إن الخطى على طريق الشك خطى على النار. أبحث عن اليقين. يا مولاي، لا يقين في هذا الأمر، فإن النفس تجسده بالشك وتضخمه بالشك وتنفخه بالشك حتى يصبح كابوسا شديد الوطأة. ثم كيف اليقين فيما دار في السر؟ وطفل، إن طفلا ولد، وقيل إنه ابن الجارية، ثم قيل إنه ابن جمرة. ولماذا لا يكون ابن الجارية؟ ولماذا لا يكون ابنها هي؟
أتبعد ابنها وتنكره؟ تبعد ما يحط قدرها ويصفع بالفضيحة أهلها وهي الأميرة؟ ولكنك بعض أهلها يا مولاي، فلماذا تحاول أن تفضحها وتلوث شرفك بنفسك؟ الشك أفقدني صوابي وتوازني. لو أن الطفل ابنها وألحقته بالجارية لأحضرتها معها، ولما تركتها تبتعد جدا عن مر إلى قزوين. أتطيق أم البعد عن ابنها؟ يا ابن ماجة، هناك رجل استولى على مال ولده يأكله، فما قول الدين في هذا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. إذن أنت ترى أن من حقه أن يأكل من مال ولده. هذا حكم الدين وليس رأيي. يجوز له الأكل من مال ولده أذن الولد أو لم يأذن، بل يجوز له أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السفة. واعلم أن على الولد الموسر مؤونة الأبوين المعسرين. والمرأة ماذا تأخذ من مال زوجها؟ أتسأل ماذا تأخذ دون إذنه؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. هذا حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة من بيتها شيئاً إلا بإذن زوجها. قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذلك من أفضل أموالنا. هذا عن الصدقة، ويوضحه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. يجب أن نكون حذرين جدا، فالأمير وفرسانه يترصدون خطواتنا. ليس هذا هو المهم، ولكن هل تعتقد أن تخرج إلينا جمرة؟ في الحقيقة حذاري، فإني ألمح خيال فرسان. التصقوا بالأرض. نهرب فورا، والفرصة ما زالت واتية. لماذا؟ يجب أن نعرف عما يبحث الفرسان لنحدد إن كانت تفكر في العودة لعالم الصعاليك أم لا. وكيف نعرف؟ سنعرف. إن كانت قد أرسلتهم إلينا سنحدد موقفنا منها وموقفها منا. لكن ماذا نفعل لو أرسلت الفرسان وراءنا ليصطادونا؟ يجب أن لا يعرفوا طريقنا. الفرسان هناك على الطريق ينتظرون خروج جمرة، يجب أن نأخذ حذرنا. إذن اختفوا. هل حددت مكان الصعاليك؟ لم نصل إليهم بعد يا مولاي. إن واحدا منهم أو أكثر يحوم حول قصري وحدائقي. لم نمسك به بعد. شدد الحراسة. إن شاء الله.
كيف مولاتك؟ تبكي يا مولاي حتى تكاد تفقد بصرها. أخبريها أني سأراها. أمرك يا مولاي. لا أصدق أن جمرة تبكي. لا نبكي يا أخي الحسين إلا إذا فاض الحزن فأصبح سيلا جارفا، وفاض اليأس فكان تيها لا حدود له. تيأسين وتتهين، كيف يا أختاه؟ كيف لا يا حسين، كيف لا ونكبتي تلاحقني وتطاردني حتى من ابن عمي زوجي الذي ادعى أنه يحبني وأنه سيداويني ويشفيني من العذاب. لولا أنه بعض الأهل لقتلته، ولكنني سأعاقبه عقابا شديدا. وهل ينفع العقاب؟ هل العقاب يمحو الأقاويل التي قيلت عني وعن أيام أسري في الجبل مع صالك؟ وماذا قال لك ابن ماجة عن تلك الفترة؟ قال إنه قدر، ولا يهرب الإنسان من قدره، هكذا شاء الله ولا راد لمشيئته. وقال إذا نظرت إلى مصيبتك كما ينظر صاحب المرض إلى مرضه، وطلبت من الله العافية، نلت أجرا كبيرا. اسأليه سبحانه أن يشفي ما بنفسك وأن ينعم عليك بالطمأنينة. هدأت وأنا قريبة منه فطلبت العودة، ولم أكن أعرف أنني لن أطمئن بعد ذلك. إذن فأنت لا تثقين في أخيك. إنني هنا يا جمرة أحيا، فلا تقلقي أبدا ما حييت. حسين أنا لا أريد قيسا، لا أريده. إنه بعض الأهل يا جمرة. تطارده أيام أسري ويطاردني بها، يحيى بالشك ويملأ فراشي بالأشواك. يا حسين لم يكن يملكك أيامها حتى يحاسب. لم أكن أملك نفسي عندما قتلوا أبي أمام عيني، ذبحوا الفرسان، ذبحوهم جميعا أمام عيني. فقدت الإحساس فضربوني وجلدوني وقيدوني. كفى كفى يا جمرة كفى. لقد حددت العبد الذي اشتراه زياد وأراقبه جيدا. هل وصفته للإمام؟ لقد عرفه الإمام. هل يحضره؟ إن الإمام لم يغير من عاداته بعدما عرف أن العبد يتبعه ويتحين الفرصة لقتله. يصر على أن يملأ القلب خوفا عليه، ولو أملك لأبقيته في الدار. ودروسه ومريدوه وتلامذته لقد أصبح بفضل الله إمام قزوين كلها. نجعل المضيفة لدروس علمه. إن الجامعة مدرسة المسلمين، والمطلوب حراسة الإمام. نخبر الأمير. لن يوافق الإمام، إنه لا يتهم رجلا على الظن. أين هو الآن؟ في المسجد.
إذا نذهب فورا، لا تتركه وحده. يقول الحق جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في طول قيامه حتى تورمت قدماه، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففسر الشكر بالعمل، كما فسر الله سبحانه العمل بالشكر. خذ من نفسك لنفسك، ومن يومك لأمسك، ومن دنياك لآخرتك. إن الأمر الرباني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يأمرنا بأن نأخذ نصيبنا من الدنيا، وأن تأخذ نصيبك لآخرتك من دنياك، أي أن تحسن كما أحسن الله إليك، ولا تطلب الفساد في الدنيا فتكون قد نسيت نصيبك من الآخرة، فيتركك الله من جزيل ثوابه الذي أعد لأحبابه، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم. وماذا يفعل العبد؟ يأخذ من وقته وعمره فيجعله لآخرته. أنا المقصود به، قلت أنا المقصود به. سلامتك يا علي. هل رأيتم الجاني واستطعتم تحديد ملامحه؟ لا، لقد رأينا رجلا يجري على البعض، ولكننا لا نستطيع تحديد ملامحه حتى نشهد بأنه هو الجاني. لماذا لا تطارده؟ تعرف أين يلجأ؟ كيف يلحق صائمون بعبد قوي؟ أهو عبد؟ حتى هذه لا نستطيع تحديدها. لماذا عدت إلى القصر؟ لماذا لم تذهب إلى حدائق خارج قزوين؟ لا أعرفه. اختفي في المخازن حتى يذهب معك أحد العبيد إلى الحديقة. اسمع أيها العبد، ستخرج من الحديقة وتعود إليها حتى تنتهي منه. أرى أن أنتظر أياما حتى يطمئن. لن تنتظر هنا، لا أريد لأحد أن يعرف أني أسعى لقتله. هيا هيا. لا أحب أن يدخل علي هنا صالوك حديث العهد بالصالكة. هذا تفكير جيد. أتشك في أحد؟ ليست المسألة الشك أو الثقة فقط، إذ كيف يعامل صعلوك قضى معنا أسبوعا أو أكثر كصعلوك قضى العمر معنا؟ إن الأمير يكاد يجن لأننا أصبحنا قوة. لقد عمل على حربنا وقتل عددا منا. كنا قلة. علي أن يعرف أني أمير مثله، وأني أستطيع أن أقف له. لا، لا تقف لفرسان الأمير. قوة الصعلوك في قدرته على الهرب. كيف أهرب وهي هناك في القصر وابني في مكان مجهول لي؟ هذا أضعف ما فيك. أتتحكم امرأة في صعلوك؟ كيف هذا؟ الحب. ليس لمثلنا حب، نحن كوحوش البرية، فإذا ضعفنا بحب صرنا كرعاة الغنم. أخطفها وأغير المكان كله إلى منطقة ليس بها أمير قوي، إلى إمارة لي ولها. إمارة الصعاليك؟ الصعاليك يحكمون أجزاء لا حصر لها من الدولة، فلا تسفه أحلامي.
ثم إني كنت أحكم في الأهواز حول الكوفة. ما معنى قوله جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون؟ نعم، هذا عن الكفار المصرين المدمنين المعصية إلى آخر العمر، يتقلبون فيها حتى إذا جاء الموت ورأوا آية الله تابوا بقلوبهم فلا تقبل توبتهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهم المقصودون بقوله جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اشتهوا التوبة فحيل بينهم وبينها وبين دخول الجنة، لأنهم كانوا في شك شديد من أمر الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وصديقي وحبيبي محمد، لقد سمعت أنك أصبت. الإمام بخير، ولكن أحد تلاميذي أصيب. الحمد لله، الحمد لله أنه نجا. تفضل يا أخي زياد، تفضل. شكرا لك. كنا نتحدث عن هؤلاء الذين منعوا من التوبة عند الغرغرة وألقوا في النار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يقابل هذا قوله جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والمعنى يا إمام: الذين سبقت لهم السعادة يبعدون عن النار، لا يصلون حرها ولا يذوقون عذابها. قال ابن عباس: أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جثيا، أي لا يتحركون. يجب أن يقوم صعلوك أو أكثر بالرعي على بعد مسافة أو مسافتين أو ثلاث من الجبل، ليكونوا حراسا حتى لا نفاجأ بفرسان الأمير. ليس عندنا ما يمكن أن يكون قطيعا لراع. اسرقوا قطيعا. بسيطة، نسرق قطيعا. لا تغضبي مني، لم أكن في وعي، الغيرة ذهبت بعقلي، أعمتني فلم أعرف ماذا أقول. لا تذهبي، انتظري، أرجوك اسمعيني وافهمي مشاعري، اسمعي ما عندي فأنا أكاد أجن. لقد سمعت ما عندك، أنت تعتقد أنني خاطئة، فما حاجتك لخاطئة؟ أحبك، ومن حق من يحبك أن يعرف ما جرى لك. وهل تستحق خاطئة حبك؟ إن ما حدث لي في الأسر لم يكن برغبتي ولا بإرادتي، وقد قال محمد إنني لست خاطئة، وهو إمام كبير. افترض أنني خاطئة، فمن يستر علي غيره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تأكدت أن زيادا قد اشترى عبدا ليقتلك؟ لقد أصاب السهم ذراع علي وربما سبب له تلفا. ولن تكون آخر مرة، إن زيادا لا ينتهي. لا أعرف لماذا يناصبني هذا الرجل العداء، ولقد سألته ذات مرة عن السبب ولم أجد عنده إجابة، وكان هذا قبل أن يعرف أني أحبك. لم يحس أحد بحبك لي ولا حتى أنا. الحب عطر فواح يتنسمه البعيد والقريب، يظهر في بريق العين، في نغمة الصوت، في رجفة الفؤاد. الحب يا حبيبتي نعمة الله سبحانه، خلق من كل نفس زوجها. اتكلم، استمر. الدين رسالة حب، وقوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لن تؤمنوا حتى تحابوا، إعلان بأن من لا يعرف الحب بجميع درجاته لبيته ولجاره ولإخوته في الدين فهو ليس بمؤمن. ومن يحيا للكره كزياد لا يتبع السنة. ألم يكن رفيق درسك؟ الناس موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين، والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحياء شهداء. يا زدني يا محمد. طلاب العلم ثلاثة، واحد يطلبه للعمل به، وآخر يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأخذ بالاحتياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتأول الحرام فيجعله حلالا، فهذا يكون هلاك الحق على يديه. كنا نتحدث عن زياد. إننا لا نتحدث عن أحد بعينه حتى لا نأثم، فللخير طريقه وللشر طريقه، ومن الناس أولياء للرحمن، ومنهم والعياذ بالله أولياء للشيطان. أتعرف أنه عرض بالأميرة وبك، وأرسلت بستان لمولاتها، فجاء الفرسان وأخرجوه ونصرا وربطوهما في جذوع الشجر وجلدوهما وتركوا بزياد عاها. لعل الله يشفيه. كيف لمثله أن يشفى؟ باب التوبة قائم، ورحمة الرحمن واسعة، وعفوه جل ثناؤه أكبر من كل ذنب سبحانه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيها العبد. نعم مولاي. استيقظ، أقتل بلا رحمة، إنك لم تصبه هو لكنك أصبت أحد تلاميذه. هل عرفني أحد؟ من حسن حظك لم يعرفك أحد. إذن أستطيع أن أعود لقزوين؟ بل ستظل هنا، وستخرج من هنا فقط لتؤدي مهمتك، فإذا أديتها حضرت أنا إلى هنا وأعطيتك ما اتفقنا عليه، فهمت؟ نعم يا مولاي. نعم يا أخي، نعم يا حسين. ماذا قلت لقيس اليوم؟ قلت افترض أني خاطئة، فمن يستر علي غيرك؟ لقد اندفع بتهور شديد نحو الجبل ينادي الصعاليك ويتوعدهم، فأصابوه بسهامهم، ولولا أن تبعه بعض الفرسان لمات، لكنهم رشقوه بأكثر من سهم وأصابوه إصابات بالغة. لماذا يا قيس؟ لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ يحاول أن يموت، يطلب الموت، ما فعله انتحار صريح. حسين، إصابته خطرة؟ جدا. أيعيش؟ علم ذلك عند ربي. يجب أن أذهب إليه.
هذا ما أردت سماعه. زمردة، هاتي العباءة. سيصحبك حامد وبعض الفرسان. نعم يا مولاتي. هاتي طبيبا. لقد كان الطبيب هنا. مكانك خلف هذه الجارية يا جارية. إن إصابات الأمير كثيرة وخطيرة. هل بعضها مسمم؟ لا، إن الأمير شاب وسوف يعيش. أتسمحين لي بالعودة إلى داري يا أميرة؟ لا، بل تبقى هنا إلى جوار الأمير حتى يشفى. خذوه إلى غرفة. تبعني. زمردة، ما هذه الجمهرة هنا؟ فليخرج الجميع ولا يدخل علينا أحد إلا من نطلبه. أمرك مولاتي. حامد، أريد حراسة مشددة على القصر، فالصعاليق يراقبون خطواتي. لا تقلقي يا مولاتي. فليكن بعض حراسك منظورا والبعض الآخر غير منظور. أنفذ هذا إن شاء الله. لن تدخل إلى جناحي جارية ولا عبد، فقط زمردة وطبعا أنت. أمركم مطاع. سيقف فارسان عند كل مدخل للجناح. حذاري يا حامد، حذاري أن ينام أحدهما فأنا أشعر بالخطر. أرجو ألا تقلق أميرتي، فأمر سلامتها مسؤوليتي. إن الأمير لن يصمت، سيسير إلينا بفرسانه ويدك الجبل علينا بعد أن أصبنا جسد ابن عمه بالسهام. كيف يعرف الأمير الجبل؟ وكيف يحدد مكاننا؟ إننا دائما في هروب مستمر. كم عدد فرسان الأمير؟ ألوف. نعم ألوف، عنده نحو 10,000 فارس هنا في مرو، ومثلهم في سرخس فيما سمعت. هذا يعني أنه لا طاقة لنا به إلا بطريقة الصعاليق. اضرب وهرب. أنا لا أنصح بأن ندخل في معركة مع الأمير. وبماذا تنصح؟ بأن نغير المكان، نهرب ونظل نهرب ولا نواجهه أبدا. كما تمنى أن أقتله. سنهرب يا أبا حمزة، سنهرب. من رحمته قد أهدانا.